السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنفس الطريقة للبرنامج تملي باقي اللي احنا تناولنا بالمحاضرة السابقة اللي قبلها، شلون انه اني املي البيانات الخاصة بي، هاي بيانات الجكشن بوينت، انا احسس على الريزرفوار، فهسه عندي الت ريزرفوار بروبرتيز. بنفس الطريقة تملي باقي البيانات اللي هي البول. بول من تضغط عليها بيها 2 خيارات، يريد البول ايفابوريشن التبخر اللي يصير من الخزان، والسيبج ايضا هنا اسوي لك فولدر خاص بالبول ايفابوريشن والبول سيبج. هسه لاحظ هنا هذا الايفابوريشن بهذه الطريقه يكون افضل لك، حتى تاخذ مجرد الملف كوبي بيست كوبي بيست. هسه هذا قيمه المانث الاشهر، الايفابوريشن هنا كانت عندي القيم بالكيلومتر حولتهن للملم، انهورتهن بالملم، نسخت هذا اخذته مباشرة نقول له بهذا الشكل كوبي، كم قيمة عندك؟ ما يشرط عليك عندك 5 قيم 6، هاي هنا محددك بالاشهر، بس اكو بعض الاحيان يريد اي قيمة، يعني اي حتى تدخل له 4 قيم او 3، بس تعطيه اندتيفيكيشن كعام. هسه هذا البول فتنطي ايفابوريشن، لاحظ هاي الاشهر تنطي هنا تجي تقول له كوبي بيست، الدور بعدين تقول له ابلاي. تمام عيني. عندك السيبج، عندك خيارين للسيبج، اذا عندك قيمه ثابته للسيبج خلال اي ارتفاع فتنطي القيمه، اذا لا عندك يعني رينج، يعني مو بس قيمه واحده عندك بتوفر رينج فانطي الرينج. هسه لاحظ هنا ما حددني بكم قيمه، انا عندي فقط هذه القيم، عندي هاي تقريبا قيم السيبج بالسي ام اس اللي هي معناها متر مكعب بير سكند. تمام، هاي قيم البول خلصت. نجي على الدام، الدام بعدة خيارات اللي هو تيل ووتر ضفته وعلمتكم اياه بديش المحاضره، الفروبري ووتر، ليكش، ليكش نفس السيبج، نفس السيبج نفس قيم السيبج دخلت هنا نفس الليكج. الكنترول دو اند كنترول، انا عندي كنترول اوتلت اللي هو ايش ملي ايش قد مقدار الاليفيشن ايش قد مقدار الاوتلت، ايضا سويت له فولدر خاص به هنا، خلق لك هذا الفولدر، اجي افتح الفولدر الخاص بالكنترول انا مسميته كنترول اوتلت ايضا بهذه الصيغه. تكمل كل هذه الملفات، احنا لحد الان لازلنا ضمن الفيزيكال، لحد الان نملي بالفيزيكال انفورميشن اللي هي يشمل لك وكانه قيمه الفلو والستيج، وايضا البيانات ترتبها تصاعديا. هذا هو الكنترول اوتلت، هاي عندي اوتلت هنا كنترول، وهنا عندي قيمه ايش قد الستيج الليفل مالتها وايش قد اوتلت. تمام، بهذه الصيغه تقدر انه انت تملي هذه البيانات. لاحظ هنا هذا الاليفيشن وهذا الكنترول اوتلت، هنا بهذه الصيغة تقول له ابلاي لقي كل القيم، يرسم لك لها هنا بدك تلاحظ انت. فهذه الملاحظات الاولية الاولى الخاصة، اذا تنتبه احنا لحد الان ضمن ليفل او زوم الفيزيكال، فتقدر تضيف اي قيمة بهذه الصيغة. تمام، هسه انا مثلا بدي اشتغل على الدام، هنا تلقائيا اضغط يقول لي شنو الاشياء اللي تضيفها انت تقدر ضمن الدام. تمام، فضفتن انا ذني كلهن كنترول ان كنترول اللي احتاجهن، ومن تخلص من هنا وتقول له اوكي ابلاي اوكي، حتى تضمن انه البيانات انحفظت. انت مو سويت بالبدايه قبل ما ندخل هنا سوينا نتورك خاص بينا وسميناه، تلقاه بديش المحاضرات انا شارحته، تقول له سيف حتى يسيف لك المعلومات اللي انت سويتها بهذا الشكل. هسه المهم ننتقل للخطوه الثانيه اللي هي خاصه شنو بالاوبريشن، شروط التشغيل الاوبريشن اللي هي هذه الخطوه الثانيه. هسه ان شاء الله راح تيجي نتعلمها نضيفها خطوه خطوه. اذا تنتبه قبل بالفيزيكال هذا الاوبريشن هنا، هسه نجي على الاوبريشن خطوه خطوه ايضا نضيفهن ونحدد ويعني نشتغل بيهن نعطيهن ديفايند غيرهم ان شاء الله، راح اشرحهم بمحاضره وحدهن. هاي المحاضره راح اسميها هاو تو اد الفيزيكال اليمنت اللي هي خاصه، هاي يسمونها فيزيكال اليمنت، ضفنا اللي هي شنو هي، انا ضفت هنا بهاي المحاضره ضفت شلون الكنترول اوتليت، ضفت السيبج الايفابوريشن للبول. تمام، حتى انه تصير واضحه امامك، اكو بعض الفيديوهات تحس بها نوع من التكرار بس لا باس، يجوز انت حضرتك تفهمها غيرك يحتاجها اكثر حتى يستوعب اكثر. ان شاء الله التقي بكم بالفيديو القادم، دمتم بامان الله وحفظه.